هل أنت مع تجريم التكفير، قانون تجريم التكفير في العالم العربي؟ طبعا هناك قاموس طويل لا بد أن يشطب تماما من حواراتنا. هذا القاموس مكانه الفولكلور، مكانه المتحف، الجزية، الجهاد، الغزو، الولاء والبراء، الكافر، كل هذه المصطلحات لا بد أن توضع في المتحف، لأن كل هذه المصطلحات ضد أركان الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على القانون وعلى المواطنة. كيف أطلب جزية من مسيحي في دولة مدنية؟ كيف أغزو بلدا وأقول أنه فتح؟ كل هذه كلمات لابد أن تشطب من القاموس. إحنا عشنا أزمنة علمانية، وإن لم تكن أزمنة طويلة أو راسخة، يعني نحن في مصر عشنا زمنا علمانيا، وكان دستور 23 دستور علماني تماما، وطه حسين أعلن أنه ضد أن تكون هناك مادة اسمها الإسلام الدين الرسمي للدولة، لأن الدولة المدنية ليست أو لا تحمل دينا معينا، والعلمانية ليست الإلحاد كما قلت، العلمانية منهج طيب فكر من شوه مفهوم العلمانية برأيك دكتور خالد منتصر للشعوب العربية؟ يعني يخافون من كلمة علمانية، يعني مخافة الكورونا تقريبا. طبعا يخافوا من العلمانية لأنهم مرعوبون من سحب سجادة السلطة، البزنس.